السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ في جامعة الإخوة متوري قسنطينة ومرافق سابق في خلية التعليم عن بعد. في نهاية الفيديو إن شاء الله راح نكون تعرفنا على طريقة إنجاز النشاط الثالث المطلوب منا في التكوين عن بعد. في هذا النشاط تم وضع يعني درس بالفرنسية ودرس بالعربية ونعيد كتابته في أوبال. بعد تحميل الملفات من منصة الجامعة يعني الفيديوهات والكور، تم وضعهم في ملف واحد هنا كور أروبرودوير. هذا الكور نفتحه باللوجيسيال ليبر أوفيس. أيضا عندي لفيجور وعندي الكور لي باللغه العربيه، دونك اللي راح يدير الكور تاعو بالفرنسي يدير تاع الفرنسي، اللي راح يدير الكور تاعو بالعربيه يدير بالعربيه. وعندي ايضا طابلو دو كوريسبوندونس. هل لو طابلو دو كوريسبوندونس هذا لو طابلو فيه يعني لي زيليمون منا تاع الكور تاعي، وفيه منا واش يقابلو في الاوبال. مثلا موديل يقابلو موديل اوبال، شابيتر يقابلو ديفيزيون برينسيبال، وهكذا. دونك انا واش راح ندير، هذه يعني مش لازم تتبع هذه، يعني كاين اللي يحب يستعمل دوتر ميثود. انا عندي الكور تاعي هاهو فتحته بليبر اوفيس. دونك هاد لو كور نسخه ورقيه. اول حاجه نبدا في هذا النشاط هو تحميل الملفات وتحميل البرامج. البرامج انا درت انا فيديو نشرح فيه يعني البرامج اللي راح تتكيف مع بعضها واللي نقدروا نحملوها بسهوله، تقدروا تشوفوه في اعلى الوصف هنا يعني تاع الفيديو، او تطلعوا عليه في القناه. الملاحظه اللي نبدا بها انني ننستالي ليبر اوفيس هو الاول. ليبر اوفيس انا يا هنا عندي لا فيرسيون 5 ولا لاحظوا فيها 5.1.6.2، ولا تقدر دير 5.0 يعني 5.0، ثاني تتماشى مع ليبر اوفيس، تتماشى لي مع نسخة الاوبا اللي هي 3.6. هنا لاحظوا 3.6.0.20 فينال، هذه النسخ اللي راح نخدم بها وتتكيف مع بعضها. البعض يروح يتيليشارجي ليبر اوفيس نسخة 7 و6، هذه ما تمشاليش مع الاوبال 3.6، دونك نفضل النسخة اللي تتماشى معاه. اولا تم تثبيت هذا البرنامج، يعني برنامج يعني لاطاي تاعو كبير شوية، دونك هنا عندي 217 ميجا. تميت تثبيته يعني بشكل يعني سهل. بعدها نروح نثبت الاوبال، نبدا بالليبر اوفيس هو الاول ومن بعد الاوبال. الاوبال تاعي ثبته هنا. نبدا في انجاز هذا النشاط. اولا نكليك هنا اجوتي، نكتب مثلا كور. هنا الكتابه تكون لاسكا وتكون باللغه اللاتينيه، يعني الحروف هنا لاتينيه ما نستخدموش اللغه العربيه. نقدر نكليك على هذو لي دو ونقول له كري. بعد ما تفتحت لي يعني بعد ما تمت اضافه هذه الورشه، نضغط عليها مرتين ولا نقول له هنا اوفرير. نجي هنا كري ان اسباس، ثاني ديما باللغه اللاتينيه ما نخدمش باللغه العربيه لانها بعد صرا لي دي زيرور. بعدها نكليكي بلا سوري هنايا باليمين ونقولو كريي اني تام، نكريي موديل اوبال ولا وحدة اوبال اللي كيما هنا في طابل دو كوريسبوندونس الموديل يقابل موديل اوبال. هنا هذه الطريقة اللي يعني حاب يدير الكور تاعو كامل في وحدة اوبال وحدة، ولي ديفيزيون يديرهم دي شابيتر يديرهم دي ديفيزيون. بار كونتر كاين اللي يحب يدير شاك شابيتر يعطيه موديل اوبال، دونك كاين لي دو ميثود في زوج صحاح. دونك انا نكري هنا وحده جديده، دونك تبدا لي هنا ديجا كروا روج،
تسمى ديجا كاين هنا بزاف دي زيرور. هنا نحط لو تيتر دو كور، لو تيتر دو كور اللي هو هذا اللي راح نعاودو هنايا، نكوبيه ونجي هنا راح نكوليه، فوالا ثبتو هنايا. بعدها مباشرة هادو ما ننكسش فيهم، نروح مباشرة طب الماتير تاني ما ننكسوش، نروح الافو بروبو كوبيها هنايا، راح نكليكي هنا في النجمة هذه ونقول له كريي جراند دو كونتوني. اوكي بعدها هنا وفي العنوان نحط هذا، نرجع للكور نديرلو كوبي، نجي هنايا التيتر تحتها في الكتابة نقولو كول، فوالا نصوف كاردي. لاحظوا بلي كاين الكرواروج توجور، هذه اكتيفيتي دابرونسيساج انا ديما سيبريميها، فوالا صوف كاردي. لاحظوا هنا بلي رحت لي كرواروج، فوالا بعدها منكملش لازمني هنايا نكريي سيبور بابي، دونك كليكي على دروات نقولو كريي نيتان، نخيلو سيبور بابي نقولو كريي. هكذا انا نخدم ايطاب بار ايطاب باش مش حتى نكمل خلاص الكور نلقى فيه دي زيرور، لا نبدا السيب بهاد ايطاب الاولى. هنايا لا كوليكسيون هي هذه اللي في الباج دو كارد هنا، دونك هذه كوبيها ولا في بعض الاحيان ما تخدملكش كوبي كولي، لازمك تعاود تكتبها سوف كاردي مازال الكرواروج. بعدها نروح لا فيرسيون، لا فيرسيون تاعي ها هي 1.0 1.0. هنا دات دو بيبليكاسيون راهي ديسمبر 2014 هنا، ديسمبر 2014 هنا. لوتير مش حاطينه بصح سي لوكور تاع احمد هاني. اوكي سوف كاردي دائما. بعدها نكلي هنا، كليكي هنا نجلسي هذا الموديل انجليزي شوفو مليح ونضغطو هنا ونسوف كاردي. تلاحظو بلي تنحات الكروا روج هنا، ني ما كملتش انا جيست باش نشوف برك. بعدها نكليكي على بابي ونقولو جينيري. هنا بعد الانتهاء من توليد الملف تلاحظوا باللي جاولي ربع يعني انواع، من بينها يعني جينيري كونسيلتي تيليشارجي. ايضا هنا جات الكولير بابليكاسيون تكست اوبن دوكيمون جات بالاخضر، هنا معناتها راهي لا فيرسيون مليحه ما فيها حتى خطا، دونك ماشي كولير روج ولا اورانج كاين ان بروبليم. هنا لا خرجت اورانج ممكن كاين خطا خفيف برك كيما طاب الماتيير ولا، ولا خرجت حمراء ها كاين مشكل يعني كبير. دونك نكليكي هنا على كونسيلتي، هنا عندي الكور اللي قالوا لي عاودو، وهنا عندي الكور تاعي انايا اللي فتحتو فيه طاب الماتيير. هنا دونك ما كانش لا فوتو برك هذه هنا اللي هي هذه، نروحو نشفتيوها. دونك نجيو هنا موديل بابي كور بابي إديسيون، نشفتيوها هنا هذه المكان تاعها. نجيو هنا في الكور كليكيو بلا دروات كرياني تام، دونك نخيرو ريسورس راه يعطيني بليزيور تيب دو ريسورس هنا،
نجي لا فوتو تاعي هنا هاو في شي كومبريسي دي كومبريسيتو نشوف وين الفوتو اللي راح نحط. دونك لا ماشي هذه لا فوتو اللي راح نحط هي لا فوتو هذه ليكستنسيون تاعها هي جي بي او جي. دونك هنايا هنخير جي بي او جي ونقولو كريي نقولو امبورتي ليماج هنا نروحو فورماسيون دونك ونحط انا بعد لا فوتو نتاعي دونك لوجيسيال فيغور دونك هنا ليماج راهي ماشي اكستنسيون جي بي اي جي عليها ما جاتش. دوكا ندير اوتر ونقولو اوفرير اكستنسيون دو فيشي امبورتي جي بي اي جي اي ديفيرون دو ليكستنسيون دي ليتام كونفيرمي. دونك هنايا شوفو بلي هاو الخطا وينو. دونك ليكستنسيون اللي حاطينها جي بي او جي وهي ماهيش جي بي او جي نقولو اوكي. دونك بور لو مو هذه ليماج قراها بصح كون يعود دوتر بروبليم راه ما يقراهاش. هنا بعدها نكليكي على بروبو نسميها بالفرنسي فيغور ا بار اكزومبل ونسوفغاردي نروحو الكور بابي نجلسيو هذه ليماج نجلسيوها نحطوها هنا ونسوفغارديو نعاودو نرجعو هنايا ونقولو روجينيري يعني راح يعاود هنا نغلقو هذه نغلقوها خاطر يعاود يحط فيها بعد كونسيلتي بعد ما تفتح لي لو فيشي تاعي كومباري فوالا ليماج هنا جات. دونك هذه باج دو كارت سي اوكي طاب دو ماتيير اوكي افو بروبر. دوكا نكمل الكور تاعي نروحو للشابيتر 1 هنا شابيتر 1 زعما راح نروح لأوبال هنا نكريي دونك هنا نضغط دو فوا باش تغلق هذه نكريي دي ديفيزيون ما نزيدش نقلق روحي خلاص فوالا شابيتر 1 واحد انتروديكسيون ما نهزوش الا نهزو غير انتروديكسيون نو انتروديكسيون نحي الا هذا ما نحتاجوش نكوبي لو تكست تاعها نو فوالا سوف كاردي تلاحظوا ما عنديش دي زيرور. نروح مباشرة نعاود ندير جينيري نغلق هذا باش كارتيش جينيري هكا باش نشوف الخطأ تاعي لقيتو زيو نكمل لا ما لقيتوش لازمني نعاود نشوف لو بروبليم تاعي ما نكملش برك هكا ومن بعد يخرج لي ليرور نولي ما نبريش ونش من مكان. دونك هنا تحطو هنا طابل ماتيير شابيتر 1 انتروداكسيون تسمى راني صحيح نعاود نكريي وحده كيفها فوالا تقدر تاجوتي هنا ثاني لاحظوا دونك عندي كاركتيرستيك دونك كيما ال ا فوالا هذه ال ا وهنا عنوان تاعها لاحظوا فيها دو بوان دونك راح ندير هنا بارتي نكتب والو هنا ندير ديريكت كري بارتي جديدة نحط فيها هذه
Ne beş mi kolaylığı var ki? Voilà. Deuxième point, راح ندير هذا لي بارتي، هذه بارتي، دونك لازم تخرج من هذه ودير بارتي. هنا في البارتي هذه نكريي دوزيام بوا اللي هي لونغاج دو كونسيبسيون، ونكوبي هذه نكوليها هنا. دونك لاني دوموندي هاكا باش يكولي. اوكي السي دونك السي راح نجي هنا جراند دو كونتيني هكذا نختم. كوبي هنا كندير باش يكولي لي. اوكي سوف كاردي دائما. نروح هنا دي نفس الشيء كوبي دونك هنا نحي هاد الحروف دي ومعايا مليح. هنا كولي هنا فوالا. بعدها هنا كاينه ايماج، الايماج هذه هي ريسورس. كيفاش ناجوتيها؟ كليكي هنا تقولو ريسورس، بعدها تجي هنا تكليكي بلا دروات، دونك هنا فوق الكور لا دروات كرياني تام، تخيل ريسورس، دائما تفيري في ليكستونسيون تاعك هنا تاع لا فيغور هذه جينيرالمون جي بي جي، هما حاطينها جي بي جي. دونك هنايا جي بي جي، ممكن بي ان جي نكليكيها امبورتي فيغور ان. دونك اوتر خير لا فوتو تاعي، دونك ماهيش نفس ليكستونسيون، دونك هي جي بي جي وانا درتها بي ان جي. تقول له اوكي، لاحظوا بلي لا فوتو تاعي تمشي نورمال. هنا تقدر تكبر وتصغر كيما تحب انت. هنا حطوا لها فيجير دو، هو هنا حط لها العنوان هذا. دونك فيغور دو روحو لبابي موديل جليسيو ليماج فوالا سوف كاردي نجينيريو فورما بابي تاعنا كونسيلتي فوالا كونسيلتي طاب دو ماتيير. نروح مباشرة هنا شوفوا مليح لا فيغور خرجت مكتوبة فيغور، وهنا هو تاعو داير فيه العنوان. دونك راح نكوبي هذا نجي هنا ليماج تاعي نحط لها العنوان تاعها ونسوف كاردي. هذه الملاحظة الأولى. دونك هنايا هذا حتى جبتوها بارتي ما راحش نعاود نكمل، نروحو ديريكت للشابيتر دو. شابيتر دو واش راح ناجوتيه؟ شوفوا معايا مليح. اولا باش ما تخلطش عليا راح نطلع هنا الفوق نغلق هذه لانها شابيتر ان، كليك عليها دو فوا دونك دو فوا تفتح تغلق. شوفوا مليح ها شابيتر ان، كليكي هنا في النجمة وندير له ديفيزيون برينسيبال فوالا اسمها شابيتر دو فوالا شابيتر دو. نفس الحكاية هنا
دونك فيه انتروديكسيون، راح تكون هنا انتروديكسيون كولي، راح تكون انتروديكسيون. هنا واش كاين في الانتروديكسيون؟ كوبي كولو كولي. هنا عندي هادو جايين دي تيري، هنا عندي هنا لي تيري، ولا هنا دي تيري دي تيري، ومن بعد عندي هادو ثاني تروا تيري لي تروا، هادو دي تيري، فوالا سيليكسيونيهم هاك مع بعضاهم. هنا البي، دونك البي معناتها تكريي كيما قبيلة، هادي الأ هادي البي، بي كوبي كولي. كاين شيء اخرى، مثلا شوفوا هنا مليح، هذه ايطاليك، هذه كران، هذو كونيكوهم هنا، مثلا هنا دونك هنا هذه، هذو باش يجيو لي كران. راح نكمل يعني الاشياء الاخرى، نفس الشيء اللي كاو هنايا في هادو لي كولي. نروحو برك هنا لبوان سي مباشرة، ناجوتيو دونك هنا ال A و ال B لبوان سي. مانيش راح ندير ديتاي كامل، يعني شيء معاودة من كل هنا نديرها. هنا تكوبي هاد لو تكست تحطو في لابارتي تاع لانتروديكسيون، هنا كولي يفهم يكوليش مليح، ما بريش عليه يعني مشكل هذا. نجيو هنا فوندامونتال، كليكي هنا انفورماسيون ديفينيسيون فوندامونتال، حطلها هذه كولي فوندامونتال، ومن بعد اكزامبل. دونك فوندامونتال تكليك عليها تجي تحتها اكزامبل، اكزامبل هاو لو تيتر تاع ليكزامبل، تيتر وهذه الكتيبه تاعو. كولي عندنا هذه جي تيري، دونك لي تيري هنا. بعدها عندي ايماج، عندي ايماج نكليكي على تكست إليستري، هنا لا بوزيسيون سي لو ا غوش، هنا لو تيتر، وهنا عندي ليماج. دونك ليماج هي نفسها هذه، ما راحش نعمل كلي ايماج وحده اخرى. فوالا نشوف نشوف تراش بعد ما نسوف كاردي، روح هنا ريجينيري باه يعاود لو كالكيل. بعد ما الانتهاء من هذه النسخة كليك على كونسيلتي، نشوف تراش دونك الاشياء تاعي. هنا كاين ديفيرونس، شوفوا مليح هنا لا ديفيرونس الاولى هي انه ليماج تاعي جات على دروات والتكست جا على على غوش، تسمى هنا ناكسهم، هنا ناكس برك نقولو التكست، هنايا التكست ا غوش التكست يولي ا دروات، ونقولو سوف كاردي، نعاود نروجينيري
le calcul تاعي. نضغط على كونسلتي، voilà. نروح نشوف الايماج تاعي، لاحظوا بلي راهي نفسها جات على غوش. هذه فيما يخص الايماج هذه. بعدها نروحو هنا ل سانتاكس، دونك سوليسيون. راح ندير سانتاكس هنا، راح نكليكي هنايا نديرو سانتاكس تاع سوليسيون هنا نكولي. وهكذا حتى يعني ننتهي من هذا يعني الجزء. بعد الانتهاء منها دونك وتسوفغاردي وتروجينيري، تقول له كونسيلتي لو فورما بابي بيان سور. لاحظوا بلي هنا ما كان حتى ايرور، مباشره راني يعني استخدم لا فيرسيون بابي. فوالا كي نكمل هنا بعد في ليبر اوفيس، اللي يحب يستخرج النسخه بي دي اف يكليكي هنا برك بي دي اف، يعني ما كان له يعاود يتيليشارجي ليكستونسيون تاع البي دي اف ولا، مجرد يعني عمليه سهله جدا. هنا بعدها كليكي هنا اكسبورتي او فورما بي دي اف. بطبيعة الحال هذه تساعد بزاف اللي يستخدموا اوبال بالعربية، ما كانش اكستنسيون بي دي اف في البروغرام تاع اوبال بالعربية، ما يدعمهاش، ما يدعمش البي دي اف، راح يستخرجوها منا. نخلي نسخة بي دي اف يعني تتحمل. نروح هنا نكليكي بلا دروات هنا فوق كور، ونقول له كريي اني تام، ونقول له خير لي سيبور ويب. سيبور ويب كريي هنا لا فيرسيون مثلا 1.0، لا دات سي ديسمبر قلنا 2014، لوتر فوالا. هنا نجلسي لا فوتو، هذه لا فوتو الاولى هنا، ونجلسي الكور تاعي نحطو هنا ونسوف كاردي. وبعدها نروح للويب هنا ونقول له جينيري سواء هذه ولا هذه، دونك لي دو. دونك نروح نشوف النسخة تاعي بي دي اف من بلاصة قاعد يسوف كاردي فيها، قاعد يسوف كاردي فيها في دوكيمون، دونك نحطها في البيرو خير باش تجيني سهلة. اوكي هكا باش تجيني سهلة نلقاها. دونك اسمها كور، هي النسخة نفتحها وما نطول، نرجع لهنا للنسخة ويب نلقاه كمل. نقول له كونسيلتي هنا كونسيلتي لا فيرسيون ويب. بعد ما تفتحت لي النسخة بي دي اف، لاحظوا شوفوا ميم تكليكي هنا يروح، هذه هي النسخة تاعي بي دي اف. فوالا شوفوا هذه النسخة تاعي بي دي اف. ايضا نقدر نشوفو لا فيرسيون ويب هنا، شوفو هذه لا فيرسيون ويب. نيكست 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 فوالا، راك تشوف فيها لا فيرسيون ويب هنا. دونك هذه لا فيرسيون ويب كيما قلت لكم. المطلوب منا هنا كي نحب كي نكملوهم نكليكي على تيلي شارجي. دونك هنا تيلي شارجي لا فيرسيون ويب، هذه لا فيرسيون ويب، تقولو اوريجستري. اوكي نحطها في البيرو باش نشوفها. اوكي نفس الشيء نعملو الفورما بابي، الفورما بابي نقولو تيلي شارجي سوف كاردي هنا، نحطها في البيرو. دونك نروح ليها لا فيرسيون ويب، هاي فيشي كومبريسي، نضغط على HTML
فوالا ها هو تفتح. هذا فيما يخص لا فيرسيون HTML. بالنسبة لكم انتم كي تجيو ديبوزيو في لا بلاتفورم راك ديبوزيو لا فيرسيون هذه كاملة. ها هذا اذا كان طلبوا منكم باش تحطوا لا فيرسيون ويب تحطوا هذه الفيشي هذا كامل، ما تحطوش غير ال HTML، حطوا هذا كومبلي. الى دومونداو فورما بابي ها هي، لا فورما بي دي اف هاي. دونك نتمنى انه هذا الفيديو راح ينفعكم ويفيدكم كثير. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد اول باول، وحطوا لنا ملاحظاتكم في لي كومونتير وارائكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.